السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما رح أطول عليكم، الفيديو اليوم رح يحكي عن موضوع إذا أنت حابب تضيف ترجمة على فيديوهاتك. يعني أنت مثلا الفيديو عم تحكي بالعربي، حابب أن يكون في ترجمة مثلا تحت بالإنجليزي أو بالألماني أو أي لغة أنت بدك إياها حابب تكون موجودة بالفيديو. فاليوم رح نشرح شو هي الطريقة اللي انك تترجم فيها الفيديو. الطريقة كتير سهلة، فيها شوية صعوبة بس يعني ما في شيء بيجي بسهولة، تمام؟ فراح اشرح هلا بالفيديو ان شاء الله كيف الخطوات، ويلا خلينا نبلش. قبل ما نبلش لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك. عم تنسوا اللايك ليش ما بعرف، وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن مشاهدات. يلا خلينا نبلش. تمام يا جماعة، هلا أول شغلة بنساويها لازم نفتح على صفحة جوجل كروم اللي هي صفحة القناة تبعنا. هي هي مثلا أنا فاتحة عندي مجهزة اللي هي بتجي هون، تمام؟ هي الصفحة. هلا بعد ما نفتح على هي الصفحة في عنا هون، هي حعمل زوم عليها وورجيكم إياها. هي ليك هون بيجي مكتوب عنا كلمة الترجمة بالعادة، تمام؟ بنكبس عليها يطلع لنا الفيديوهات يلي موجودة عنا بالقناة. كل شي فيديوهات موجودة عنا بالقناة بنلاقيها هون. طبعا هون حاطين 2 4 6 8 10 فيديوهات بكل صفحة. نحنا مثلا بدنا ناخد فيديوهات غير الفيديوهات، مو كل الفيديوهات عارضة. اي هون عنا بنقلب الصفحة اللي قبلها او اللي بعدها، روح على بعدها مثلا، اي اعطاني صفحة فيديوهات تانية، تمام؟ انا هلا رح اختار فيديو يكون مدته قصيرة مشان ما اطول عليكم الفيديو والشرح، تمام؟ مثلا رح ناخد هذا الفيديو، وسائل نقل جديدة في ألمانيا بدون سائق. فتنا على الفيديو، تمام؟ هلا بعد ما فوت على هذا الفيديو نحن هون شوفوا شو مكتوب عنا. عنا هون اللغة، محطوط اللغة العربية. عنا هون الترجمة، وتحت منها شوفوا كلمة إضافة. رح نكبس على كلمة إضافة بيطلع لنا هون فيديو يلي فتحنا عليه، تمام؟ هلا هون شو عم يعطينا خيارات؟ عم يقلنا تحميل ملف او الكتابه يدويا. يعني اذا انت عندك ملف جاهز مترجمه ومجهزه وكله جاهز، بدك بس انت تضيفه وتحطه على الكلام انت الفيديو مجهزه، تحط له تحميل ملف. اذا ما عندك جاهز بتقول له كتابه يدويا. نحن حنقول له الكتابه يدويا، تمام؟ شوف هلا بعد ما قلت له كتابه يدويا فتح لي هون عندي هون هي المربع، شوفوا هون الإشارة الزرقاء تحت هي. طيب هلا نحن شو بدنا نسمع بهذا الفيديو مثلا؟ حنسمع شو عم يحكي بهذا الفيديو. الله يسعد صباحكم يا جماعة، كيفكم؟ شوفوا لي هذا الاختراع الجديد اللي نزلوه بألمانيا. تمام، هلا شوفوا من 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 بداية الفيديو للدقيقة رقم 6 شو عم يقول؟ عم يقول الله يسعد صباحكم يا جماعة، شوفوا لي هذا الاختراع الجديد بألمانيا، تمام؟ فنحن شو لازم نساوي هلا؟ اول شيء الدقائق هون شايفينها محطوطه هون صفار، هي البدايه، وتحت عنا هون محطوط دقيقه 29. نحن ما بدنا يكون لهم بس لدقيقه 29، بدنا اياه يكون الفيديو لعند 6 ثواني. نكبس عليها هون شايفين، نمحيها كلها، بنحط 06.00 كمان فاصلة 00. هي التوقيت تبع شو؟ هي التوقيت تبع الفيديو، تمام؟ هلا شايفين هي من بداية الفيديو هون من الصفر لعند الستة. نحن إذا بدنا نضيف الترجمة هون، إذا بدنا ما بنحسن نكتبها باللغة العامية مثل ما أنا عم بحكي هون، مرحبا يا جماعة كيفكم؟ شوفوا لي الاختراع الجديد نزل بألمانيا، لا. هلا رح أكتب هون مرحبا بكم يا جماعة، مرحبا بكم يا جماعة، تمام؟ بعدين شو عم يقول؟ بعدين نكتب انظروا إلى
هذا الاختراع الجديد في ألمانيا. تمام، لك بس هيك كبسة عادية ننزل لتحت تفرجوا. هلا تفرجوا، حيطلع عندي ترجمة أنا هون، تفرجوا. الله يسعد صباحكم يا جماعة، كيفكم؟ شوفوا لي هذا الاختراع الجديد اللي نزلوه بألمانيا، شايفين؟ مرحبا بكم يا جماعة، انظروا إلى هذا الفيديو الجديد في ألمانيا. شوفوا الترجمة شفتوها هون، محطوط عنا الترجمة بالعربي، ما في مشكلة خلوها مثل ما هي. هلا بقول لكم بعدين النقطة الثانية. طيب نكمل بعد منه شو عم يقول. باصات على الكهرباء بدون سائق. باصات على الكهرباء بدون سائق، تمام. نعمل هلا هون إضافة، نرجع هي لورا هون، نحطها هون عند النهاية. نعمل هلا إضافة، شوفوا هون كلمة شرح، نعمل هلا كلمة إضافة. ضفنا هلا ملف جديد مشان نحط. شو بدنا نقول؟ شو قال؟ باصات على الكهرباء بدون سائق. كمان بدنا نعدل الدقيقة، من الدقيقة 6 على الدقيقة 7 خلينا نقول. هي مضبوطة من الدقيقة 6، بدنا نحطها للدقيقة، بدنا نحطها للتسعة. بنعدل بس رقم 8، نمحي، بنحط رقم 9، وبنقول له نروح لتحت. شوفوا هلا عدلها. هلا انا بحط انا من هون هيك، تمام. وهون نرجع بنكتب هون انه شو عم يقول، انه باصات نقل جديدة في ألمانيا على الكهرباء، تمام. فانا شو بكتب هون؟ حافلات نقل، حافلات نقل جديدة في ألمانيا على الكهرباء وبدون سائق، تمام. نعطي إضافة. باصات على الكهرباء بدون سائق، شفتوا؟ مثل ما كنتوا شايفين، شفتوا شلون طلع؟ قال انه باصات على الكهرباء بدون سائق مع الترجمة، طلعت الترجمة ليك موجودة الترجمة، شايفينها؟ ليك. طيب رح نكتفي لهون، ما رح كمل الفيديو انا كلياته عشان ما اطول عليكم الفيديو. المهم عرفتوا كيف انكم تضيفوا الترجمة، هاي اول نقطة. النقطة الثانية، يلي عم يحكي بالفيديو مثلا عربي وبيعرف انجليزيته مثلا، الانجليزية عنده قوية، بيعرف يكتب بالانجليزي، بإمكانه يكتب هون عواض العربي يكتب بالإنجليزي الترجمة، تمام؟ أو مثلا اللغة اللي بدك إياها أنت، ألماني، إسباني، فرنسي، يلي هي أي لغة بدك إياها. إذا أنت كنت مجيد للغة ممتاز وحابب أنك أنت تضيف اللغة اللي بدك إياها، بتضيفها أنت هون، بتكتب كتاب اللغة، عواض تكتب عربي، بتكتب شو؟ بتكتب الألماني أو إنجليزي أو اللغة اللي بدك إياها، تمام؟ بس إحنا هنخليها عربي هلا هون حتى أورجيكم النقطة أنا بتصير بهذا الموضوع. طيب هلا انا بعد ما ضفت هي الامور كلياتها، تمام، ضفت الامور هاي كلياتها، ما راح اكمل الفيديو كله مثل ما قلت لكم عشان ما اطول عليكم. هون بعطيه نشر، تمام. هلا اخذوا تفرجوا هون شو عندي. هون اعطاني انه تم نشر ترجمة، انه احنا ضفنا ترجمة. طيب انا هلا العربي هي الترجمة اللي طالعة، بدي يضيف كمان اضافة لغة تانية اللي هي اللغة الإنجليزية مثلا، تمام. بكتب هون كلمة إنجليز إضافة، شايفين؟ بحط اللغة يلي بدي إياها أنا، بدي مثلا اللغة الإنجليزية. هي بدور مثلا وين اللغة الإنجليزية، هي لك اللغة الإنجليزية، تمام. هلا شايفين أخذ هون عندي الإنجليزية، عندي بنقول له هون إضافة، تمام. بنقول له ليكو هون أعطينا ترجمة تلقائية، كيف يعني؟ يعني ترجم من المترجم، بنقول له ترجمة تلقائية، أعطاها ليكو. Welcome guys, look at this new. بصراحة أنا إنجليزيتي ما كتير قوية، فالمهم إنه هاي ليكو أعطانا هون الترجمة بالإنجليزي. لنجرب نشغل الفيديو. الله يسعد صباحكم يا جماعة، شايفين؟ كيفكم؟ شوفوا لي هذا الاختراع الجديد اللي نزلوه بألمانيا، باصات على الكهرباء بدون سائق، تمام؟ مثل ما شفتوا الترجمة كيف طلعت؟ حط الترجمة كلها ترجمة للإنجليزي، شايفين؟ يعني بصراحة طريقة كتير 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 حلوة.
فنحن هلا ترجمنا بهالحاله، نحن شو عملنا؟ ترجمنا لغه الفيديو للانجليزي، وبدكم تخلوا اللغه العربي بتخلوا اللغه العربي، بدكم تقيموا اللغه العربي مثلا تخلوا بس الانجليزي بتخلوا الانجليزي. تمام، بنعطيها هلا هون نشر. هلا هون نضاف عنا اللي هي ترجمه الانجليزي وترجمه العربي. تمام، نطلع هلا نحن بدنا نفوت على الفيديو ونجرب الفيديو. نفوت على اليوتيوب، هاي اليوتيوب. بعد ما نفوت على اليوتيوب نفوت على ماين كانال اللي هي قناتي. تمام، بعدين نفوت على الفيديوهات، بنروح بنشوف الفيديو اللي ترجمناه شو كيف طلع، وينه الفيديو، وينه وينه وين اليكو. هنفتح نشوفه. الله يسعد صباحكم يا جماعة، كيفكم؟ شوفوا لي هذا الاختراع الجديد اللي نزلوه بألمانيا، باصات على الكهرباء بدون سائق. طبعا تفرجوا هون، هون شو موجود عندي؟ موجود عندي الترجمة بالعربي، مزبوط؟ ليش؟ لأنه نحن الترجمة الأساسية حطينا أنه ترجمنا بالعربي. بس هلا شو بيصير؟ تفرجوا هون في عنا هدول النقاط، النقاط اللي فوق شايفينهم؟ يلي يفوت على الفيديو اللي عندي مثلا، إذا كان عنده علم إنه في ترجمة للفيديوهات بيكبس على ثلاث نقاط اللي هون، بعدين بيكون عندنا مكتوب تحت هون ليكا انتر تيتل. تمام، اللي هي الترجمة بنكبس عليها. شايفين شو عندي هون؟ ليكو أعطاني في موجود الخيارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية. نكبس اللغة الإنجليزية. خلينا نرجع على الفيديو. الله يسعد صباحكم يا جماعة، كيفكم؟ شوفوا لي هذا الاختراع الجديد. طلعت الترجمة شو؟ طلعت الترجمة بالإنجليزي. باصات على الكهرباء بدون سائق. شايفين؟ تمام. هلا انت اذا حبيت انك تضيف اللغه الانجليزيه هي الاساسيه، الترجمه اللغه الاساسيه مثل ما بدكم، هي حنفوت على الترجمه، حنفوت على الفيديو ليكو، هذا هو الفيديو. اول ما نحط اللغه الانجليزيه تحت هون، نحطها وين؟ نحطها هون فوق بالاساسيه. تمام، نحطها فوق بالاساسيه. هاي شغله. خلصنا من موضوع الترجمه. غير موضوع الترجمه، شوف المكتوب عنه هون، العنوان والوصف. تمام، العنوان والوصف. هلا بامكانك انت هون كمان تفوت وتضيف عنوان، يعني انت مثلا العنوان كمان بدك تضيفه تحطه بالانجليزي. وسائل نقل جديده في المانيا بدون سائق. تمام، بامكانك تكتب هون ويترجم لك اياها انت لهون. تمام، بصير عندك بقى الكلمه هون تبع اللي انت هون موجوده عندك بترجم لك اياها للانجليزي. تمام، نرجع على الفيديو. تمام، هيك انا ان شاء الله بكون خلصت الفيديو تبعي وشرحت لكم طريقه الترجمه، كيف بامكانكم تترجموا الفيديوهات تبعكم على اليوتيوب اللي بنزلها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالشرح. اسف اني طولت عليكم، بس شفتوا الامور يعني اختصرت كثير. انا بتشكركم لحسن المتابعه، لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن مشاهدات. شكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.